السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زيكم يا بنات عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير معاكم دينا من قناه مطبخ دينا النهارده هنعمل مع بعض طريقه جديده لدبابيس الفراخ مع الخضار طريقتها حلوه قوي وسهله وكمان طعمها تحفه والفراخ هتطلع دايبه ومستويه معاكي كويس وكمان ممكن تقدميها مع الرز وطريقتها مش هتاخد منك اي وقت خالص يلا بينا ندخل على الطريقه عندي طول. معلقه من الزيت ومعلقه كبيره من الخل عصير ليمونتين وعندي التوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر والبهارات السبعه معلقه صغيره من كل حاجه ودي التتبيله اللي هنتبل بيها الدبابيس هنقولها تاني معلقه كبيره من الزيت معلقه كبيره من الخل عصير ليمونتين والتوابل بتاعتي توم بودر وبصل باودر وبابريكا وملح وفلفل ومعلقه صغيره من البهارات السبعه وعندي الدبابيس انا فتحتها عملت فيها فتحات بالشكل ده كده وهبدا احطها في التتبيله بتاعتي اللي عملناها ديت وهنقلبها كويس نخلي التتبيلة تدخل في كل فتحة من الفتحات اللي احنا عملناها عشان بتبقى متبلة وطعمها حلو قوي من جوه كمان بعد كده هجيب كده طاسه على النار واحط فيها معلقه سمنه واول ما السمنه تسخن معايا كويس قوي هنزل الدبابيس بتاعتي تاخد صدمه بالشكل ده كده وتاخد لون حلو كمان تمام كده هقلب الدبابيس بتاعتي على كل ناحيه تاخد لون وصدمه كده في الطاسة على النار اول ما الاقي لونها كده كلها غير هطفي عليها وهنروح بقى للخطوة اللي بعد كده عندي بقى التتبيله نفس التتبيله اللي احنا حطينا فيها الفراخ بعد ما شلناها هنجيب الخضار بتاعنا بسله وجزر وبصل وبطاطس واي خضار ممكن تحبيه وهنحطه في نفس التتبيله اللي حطينا فيها الفراخ يعني هتشيلي الفراخ منها واللي هيتبقى منها هتحطي فيه الخضار زي كده او لو ما كفتش معاك تقدري تعملي شوية توابل تانيين وتقلبي فيهم الخضار بالشكل ده هياخد من طعم التوابل الحلوة دي وهيبقى طعمه لذيذ جدا وبعد كده هنجيب بقى الصينيه او الطاجن بتاعك وهنبدا نحط فيه الخضار بتاعنا بالشكل ده وهجيب كمان معلقتين كبار كده من الصلصه وهدوبهم في شويه كده من الشوربه او المرقه لو موجوده عندك وهبدا اضيفهم على الخضار بتاعي بالشكل ده عشان ادخله الفرن بقى يستوي بس هجيب طبعا الاول الدبابيس اللي احنا عملناها وهبدا احطها على الخضار بتاعي تمام هجيب بقى الدبابيس وهبدا ارصها على الخضار بتاعي الصينيه بصراحه شكلها اصلا كده وهي لسه مستويتش شكلها يجوع ريحه الفراخ تحفه وهي لسه كمان ما كملتش سواها هحط كده الفراخ بالشكل ده وبعد كده هغطيها بقى بورق فويل وادخلها الفرن تكمل سواها واول ما تستوي معايا كل حاجه هشيل ورق الفويل من عليها كده لسه ما دخلناش الفرن هندخلها الفرن وبعد كده دي بقى كده بعد ما طلعت وحمرت معانا وخدت لون حلو والخضار استوى وكمان الفراخ استوت معانا كويس قوي تقدري تقدميها مع رز زي ما انا مقدماها كده وبالف هنا يا يكون فيديو النهارده عجبكم وجربوه ما تنسوش لايك للفيديو اشتراك في القناه ومع السلامه